حياكم الله طلاب اليوتيوب الأبطال، إن شاء الله يا رب تكونون بخير وصحة وعافية. وصلنا وياكم إلى نهاية محطتنا من الفصل الأول الثيرموداينامك. محاضرتنا اليوم راح تكون المحاضرة الأخيرة اللي هي محاضرة رقم 18. محاضرتنا اليوم كلش سهلة وبسيطة وما بها أي شيء، فقط اشتقاق بسيط ومسألة اللي هو تمرين، وهذا التمرين جاي بالوزاري. محاضرتنا اليوم يمكن ما تتجاوز 13 دقيقة أو جزء أقل. بعد ذلك ان شاء الله بعد هاي نهايه المحاضره راح احل لكم اسئله الفصل مثل ما وعدتكم على الايباد، قلت لك احتمال تصير جزئين او ثلاثه، وراها ان شاء الله نبدي بالفصل الثاني. فخلينا نبلش، خليك وياي. نبلش وناخذ اخر عنوان من الفصل الاول، انتروبي التغيرات الفيزيائيه. انتروبي التغيرات، لا ما حلو ما حلو، هذا الخط سوي له تأثير فرشاة. انتروبي تغيرات فيزيائية. اللي هو هذا آخر عنوان. مثل ما عرفنا المحاضرات اللي قبله بالفصل الأول، عندك التحول، قلنا التحول من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة تسمى، تحول من حالة صلبة إلى حالة سائلة تسمى شنو؟ الانصهار. هاي التحول بدرجة حرارة تسمى شو نسميها؟ درجة حرارة تي ام. تي ام، التي ام طلاب شنو هو؟ التي ام اختصار الى يا كلمه تي ام، تي اللي هي درجه الحراره، الام ميلتينج، الميلتينج معناه انصهار. اوكي زين، ايما خل اكمل هاي المحاضرة، ما تطول ما تطول، اي 10 دقائق وهذا الحكي راح اطلع اصلا، ما قصة، لا لا ما قصة. يلا اذا درجة حرارة تسمى تي ام، وقلنا التحول من الحالة، من يا حالة السائلة الى الحالة الغازية، ايش تسمى هاي العملية؟ تسمى من سائل إلى غازي غليان، الغليان تسمى الغليان. هذا راح يكون بدرجة حرارة تسمى شو نسميها؟ تي بي، والتي بي طلاب، التي بي البي اللي هو البويلينج، بويلينج اللي هو يسمونه الغليان. اوكي زين، عند هاتين الدرجتين تي ام والتي بي، اوكي دي يقول لك شنو باور بالملزمه، يقول لك عند هاتين الدرجتين تي ام والتي بي يحدث اتزان. ايش يحدث؟ يحدث اتزان بين التي ام والتي بي. اوكي
بين من هذا اتزان؟ اتزان بين ضغط بخار الماء الصلب او السائل، اوكي، مع شنو؟ مع الضغط الجوي، اوكي. من هذا ما راح يصير عند اتزان، معناه دلتا جي ايش قد راح تساوي لي؟ صفر، اوكي. لذا تصبح علاقة كيبس كالتالي: هاي علاقة كيبس ايش راح يصير؟ مو قلنا دلتا جي يساوي لي دلتا اتش ناقص تي دلتا اس، صح؟ هذا صفر، راح شي يصير دلتا اتش ناقص تي دلتا اس، بس الدلتا اتش هنا شي يسمونها تي ار، والدلتا اس تي ار. التي ار معناها ترانزيشن وتعني انتقال، اذا دلتا اتش تي ار او تي دلتا اس تي ار تساوي لدلتا اتش تي ار، اوكي. اذا اذا اريد احسب التي تساوي لي دلتا اس تي ار على بالبسط دلتا اتش تي ار، اوكي. هذني طلاب انتبهني، التي ار جوز راح شو تكون هنا؟ التي ار هنا راح اكمل لك. احتمال التي ار شو تكون؟ تكون ذاب فايبريشن، او احتمال تكون عندك فيوز انصهر، اوكي. يعني اذا بالفاب، بالفاب راح يصير عندي تي تساوي لي دلتا اتش فاب على دلتا اس فاب، واذا بالفيوز راح يصير دلتا اتش فيوز فاب معناها فابريشن تبخر على دلتا اس فيوز انصهر، اوكي. هذا الموضوع عليه بس سؤال واحد طبعا، اللي هو هذا اللي هو تمرين 1-14 واللي هو جاي بالوزاري، بس هذا راح نحله ونختم به الفصل الاول. ما بشيء سهل كلش، كلش سهل، كلش اصلا. احسب التغير في الانتروبي للتحول الاتي بوحدات، يريد الانتروبي الدلتا اس بوحده الجول على الكلفن في مول، مطيني المعادله دي يتحول المي من ليكويد سائل الى غاز، من سائل الى غاز، يعني شنو؟ تباخر، ومطيني دلتا اتش باب تباخر 44 كيلو جول على المول، ودي يقول لي ترى درجه غليان الماء كليتنا نعرفها 100 درجه سيليزيه. خلاص رايد تحسب، احسب التغير في الانتروبي دلتا اس، اقول له دلتا اس انا ايش قلت لي؟ ايش قلنا القانون؟ مو تي تساوي لي دلتا اتش باب على دلتا اس باب رايد الدلتا اس، اذا الدلتا اس باب يساوي وسطين بطرفين تي جوا والدلتا اتش باب تبقى فوق، اذا دلتا اس باب يساوي لي الدلتا اتش مطينيها 44 كيلو جول على المول، والتي قد مطينيها 100، لكن انا ما اتعامل بالسيليزية، اتعامل بالكلفن، اذا لازم احول درجة الحرارة من سيليزية الى كلفن، اذا هذا ينزل دقيقة اختار هذا، خلينا ننزله جوا، تي بوحدة الكلفن تساوي لي درجة الحرارة السيليزية مطينيها 100 زائد 273 يطلع لي 373 كلفن. حلوين حلوين، اذا 373 كلفن، اوكي. اذا دلتا اس باب تساوي لي راح اقسم 44 تقسيم 373، قسم 44 تقسيم 373، اوكي. 44 تقسيم 373
ما يصير تخلي الصفر الصعد فارزه بها واحد يطلع 373. تطرح ما يصير هاي 10 تدين من الأربعة تصير 3، 10 ناقص 3 7، 3 ناقص 7 ما يصير، هاي يصير 13 وهاي 3، 13 ناقص 7 3 3 6 67، 3 ناقص 3 0 67 تقسيم 373 ما يصير تخلي صفر بيها ايش قد بيها اذا اخذها على 2 راح يطلع لي اكثر من 600، تاخذها على 1 يطلع 373. اوكي 373 تطرح ما يصير، 10 تدين من هاي يصير 6، 10 ناقص 3 7، 6 ناقص 7 7 ما يصير تخلي يصير 16 وهاي تدين من هذا يصير 5، 16 ناقص 7 14 7 9 9 و5 ناقص 3 2 297 ما يصير تخلي صفر تاخذها على 8، 8 373 8 في 3 24، 4 باليد 2 و8 في 7 54، 54 ب 2 56، 6 باليد 5 و8 في 3 24 ب 5 29، 29 ايه تطلع لي 3 مراتب اخذ بعد الفارزه يطلع لي 0.1 واحد 8 والوحده مالتك كيلو جول على كلفن في مول. بس انتبه لي هنا هو مرايده بالكيلو جول على الكلفن من مول، رايده بالجول لازم تحولها، بسيطه سهله ما فيها شيء. اجي احول اقول له دلتا اس فاب بوحده الجول على الكيلو جول على الكلفن في مول، حول كبير الى صغير اضربه، اضربه في قد في الف، هو ايش قد منطيني 0.118 كيلو جول على الكلفن في مول. اوكي في الف جول لكل كيلو جول. حلو حلو، كيلو جول يا كيلو جول اختصره يروح ويساوي لي راح يطلع لك 118 جول على كلفن في مول. وخلصنا الفصل الأول. ايش نكتب؟ نكتب تم بحمد الله الفصل الأول، نلتقي إن شاء الله على الفصل الثاني. بس قبل هذا راح مثل ما وعدكم راح احل لكم أسئلة الفصل بفيديوهات واحد على الآيباد. اشوفكم على خير، مع السلامة.